مرحبا، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون بداية شهر أيار مايو؟ شو في عنا في بداية هذا الشهر؟ بداية شهر أيار مايو بتحمل القمر موجود بعده ببرج الثور تأثيرات حلوة جدا للأبراج الترابية. القمر والشمس ببرج الثور، أجواء حلوة للأبراج الترابية، يعني الثور الجدي، العذراء، كذلك السرطان، وكذلك مواليد برج الحوت. كيف بده يكون نهارنا في مطلع هذا الشهر؟ مواليد برج الحمل، جوك جيد، هنالك انطلاقه حلوه، هذا الشهر جو جيد لك، الاسبوع كمان رح بيكون جيد، في مبادرات حلوه لك، في حتى ثقه في النفس كثير كبيره، تسمح لمواليد برج الثور انه المواليد برج الحمل تحت تاثيرات الكواكب برج الثور بتعطيكم قوه كثير، تسمح لكم تكونوا سباقين وايجابيين وبتتعاملوا مع مختلف الامور بطريقه حلوه، هذا اذا عم تشتغلوا، حتى بالبيت كمان بتقدروا تتعاملوا مع الظروف العائليه بصوره جيده. بالنسبه لبرج الثور، طبعا انتم مواليد برج الثور ما حدا في لكم يا محلى الكحل بعيونكم، اقوياء جدا، بتتابعوا الامور بقوه باهتمامات مهمه، هنالك نوع من انجذاب نحوكم. يمكن بسبب تأثير هالتراصف، تراصف القمر والشمس ببرجكم، وكسوف الشمس كمان بالرغم من تقله كمان جذاب لإلكم، فحاولوا تجذبوا الأمور الإيجابية، بعدوا عن المشاكل مش وقتها، حاولوا تكون بداية الشهر جيدة جدا لأنه مفروض يكون شهر رائع لإلكم. بالنسبة لبرج الجوزاء، بعد الأجواء ضعيفة، منه جو جيد، منه جو ممتاز، بدكم تطولوا بالكم هذا النهار لحتى ما تحطوا حالكم او تعرضوا حالكم لظروف صعبه ودقيقه، اجواء منا سهله، الاجواء صعبه، برجع بقلكم كونوا حذرين، عدوا عاقلين، ما تخترعوا شيء وما تحطوا حالكم مع اشخاص سلبيين لانه معقوله هن يجذبوا لكم الطاقات السلبيه، يعني شخص طالع صوته، شخص معصب، بعدوا عنه، ما تدخلوا باي مشكل معقوله يختلوا. بالنسبه لبرج السرطان، جو حلو، بدايه حلوه لهذا الشهر اللي هو اصلا شهر حلو بالنسبه لكم، التعامل مع الامور سهل لانه منكم لحالكم، شو ما صار كملوا، اسالوا، تابعوا، اطلبوا مساعده لانه المساعده بمتناول ايدكم ومنكم لحالكم، جو حلو كثير، اليوم رح بيكون افضل من بكره، فلحقوا حالكم اليوم، تعاونوا اليوم، اسالوا اليوم، اطلبوا اليوم، خدموا اليوم، كل شيء بتعملوه اليوم بيرتد عليكم، يعود اليكم بطاقات ايجابيه. بالنسبة لبرج الأسد، مواليد برج الأسد يمكن تتعبوا بمطلع هذا اليوم، بمطلع هذا الشهر اللي هو شهر متقلب، رح أحكي عنه بعدين، مواليد برج الأسد هذا يوم لحتى تكونوا فعلا متمكنين من حالكم وعندكم حس بالمسؤولية، يعني بدكم تتحملوا مسؤولياتكم، يمكن في تعب ما كثير تتذمروا، إذا بحاجة لمساعدة اطلبوها، يعني ما تعذبوا حالكم لأنه هو أصلا بحد ذاته نهار متعب وبيعذب إذا أنتم موقفكم صعب، لذلك خففوا عن حالكم الكثير. بالنسبة لبرج العذراء، يوم رائع، أكثر من رائع، هنالك أمور بتساعدكم، هنالك أمور بتحللكم المشاكل، هنالك أمور بتواكب معكم، توقف إلى جانبكم، بتعطيكم، بتبعد عنكم الصعوبات وبتبعد عنكم حتى الظروف الصعبة اللي أنتم بتعتقدوها مستحيلة، ما في شيء مستحيل اليوم، هنالك مساعدة لإلكم، اطلبوا وبتلاقوا، أجواء حلوة، سعيدة، مرحة، إيجابية، سهلة، بتعطي مواليد برج الثور حقها. بالنسبة لبرج الميزان، اليوم يوم ببداية هذا الشهر يوم لا بأس به، يوم شغل، يوم متابعة، في كتير ناس اليوم واحد أيار مش عم تشتغل، فبالتالي يمكن شغلكم يكون أونلاين، يمكن يكون شغلكم بالبيت مع الأهل، يمكن تكونوا عم تتنقلوا مكان لآخر لأنه نهار عطلة، فبالنتيجة في شوية تعب، يمكن يكون تعب بسيط فما تعصبوها، خذوا الأمور مثل ما هي وعلى مهلكم وبتشوفوا إنه رح يمرق هذا اليوم بطريقة جيدة، بكرة ترتاحوا أكثر، تنبسطوا أكثر. بالنسبة لبرج العقرب، بعده الجو متقلب عند مواليد برج العقرب وبعده من الأيام الصعبة يلي بتحط مواليد برج العقرب امام الامر الواقع ويمكن حتى تسبب له مشكل او يمكن حتى عواقب منها هالقد سهله، طاقتكم كثير كبيره فما تفكروا انه كلمه صغيره بتمرق مرور الكرام، يمكن الناس تعلق عليها، فانتبهوا اليوم نهار ليس سهلا، الامور الصغيره معقوله تكبر فكونوا جدا حذرين. بالنسبه لبرج القوس، مواليد برج القوس، بقول له لمولود برج القوس اليوم
اليوم احسن من يوم 2 الشهر، اليوم احسن، اليوم اريح نوعا ما مش كتير. فبالتالي تابعوا اموركم، كونوا واعيين شو عم بيصير، بعدوا عن المشاكل، بعدوا عن الاشخاص السلبيين، بعدوا عن الناس اللي بيخترعوا بألفوا اشياء انتم مش حابين تدخلوا بتفاصيلها، لانه رح يبدا يقولكم خلقكم. تابعوا الامور، اهتموا فيها، في شغل كتير، في شغل، في شغل، نهار طويل حتى ولو سبت يمكن يضيق خلقكم، عشان هيك عم بقول. لذلك نظموا وقتكم، ولازم اليوم تتركوا فسحة للمرح وللتسلية لتموهوا عن نفسكم. بالنسبة لبرج الجدي، نهار رائع من الأيام الرائعة الرائعة يلي بتخلي مواليد برج الجدي يكونوا أكثر من مهتمين بأمورهم، أكثر من رائعين بشغلهم، وأكثر من متمكنين من شغلهم. أجواء رائعة بتسمح لمواليد برج الجدي يكونوا قد المسؤولية وأكثر. القمر والشمس وأورانيوس هن يلي رح يمكنوكم ورح يعطوكم الكثير من الخطوات الحلوة يلي أنتو فيكم تاخدوها. مثلا يمكن يجيكم اتصال، أو يمكن حدا يبعتكم مسكول، أو حدا يبعتكم رسالة. لازم تستغلوا الفرص الحلوة يلي أنتو ناطرينها، ما تستحوا وتقولوا بعدين لا، استغلوا الفرص الحلوة. يوم سعيد جدا. بالنسبة لبرج الدلو، بعد الأجواء عندكم صعبة، بعد الجو متقلب، بعد الجو صعب، بعد الجو بيطلب منكم تكونوا أوعى من العادة. في تقلبات، في انزعاج، في أمور بتفكروا إنه يا ريت ما صارت. اليوم بإيدكم الحل، بعدوا عن المشكل، خاصة مع أحبائكم، مع أولادكم، مع عائلتكم، طولوا بالكم، الأجواء فيها تكون حلوة إذا أنتم ساعدتوا حالكم. ساعدوا حالكم اليوم، ساعدوا الناس من حولكم، خلوا الجو سهل قد ما بتقدروا، انتم سهلوا اموركم، خاصة 13 14 و15 شباط فبراير. بالنسبة لبرج الحوت، يوم سعيد لمواليد برج الحوت، يوم حلو، يوم خرج كزدرة، خرج حكي، خرج تواصل مع الناس، خرج لقاءات، خرج تاخذوا كوفي مع حدا، تقعدوا مع حدا، او تحطوا ميوزك مع حدا، تسمعوا، مش لحتى تكونوا باسيف، بالعكس اليوم نهار كثير اكتف، يعني اليوم نهار ما لازم تكونوا فيه بدور المتلقي، اليوم انتم لكم دور فعال جدا، من الايام الحلوة جدا يلي بتخترعوا فيها، يلي بتسهلوا فيها، يلي بتلاقوا حلول فيها، فما تقعدوا عاقلين، اجواء حلوة، إلا إذا كنتوا من مواليد 1 أدار مارس كونوا جدا حذرين. بنتقل لمولود اليوم، بقول له لمولود اليوم التأثيرات عندكم حلوة كتير، بدايات كتير كبيرة ناطرتكم، تغييرات كتير كبيرة، تغييرات جذرية، تغييرات مهمة بسيطة كبيرة، هنالك الكثير من الأشياء الجديدة اللي بتدق بابكم. طبعا أنتم بتنقوا اللي بدكم إياه وبتختاروا الأفضل، لكن لأنه كان في كسوف بتاريخ 30 نيسان، انتم معقول يطلع لكم طرطوشه منها، فبدكم تكونوا حذرين. الشغل اللي بتعملوه بده يكون مؤسس بقوه، مش كيف ما كان. بدي اتمنى للجميع يوم سعيد، بدايه شهر حلوه، الى اللقاء، باي باي.